تصاعدت جرائم الاختطاف في محافظة السويداء تزامنا مع الحراك الشعبي الذي تشهده المحافظة ضد الرئيس السوري بشار الأسد منذ ما يزيد على 9 أشهر، وسط مخاوف من تحركات مشبوهة تهدد المتظاهرين إثر العثور على قنابل في ساحة الكرامة التي تشكل مركز الاحتجاجات الشعبية هناك. رغم الفوضى الأمنية التي خلفتها الحرب السورية المتواصلة منذ العام 2011، إلا أن بعض المناطق السورية تمكنت من الحفاظ على استقرارها، كما هو الحال في محافظة السويداء الواقعة جنوب سوريا. الحفاظ على حالة الاستقرار الأمني هذه باتت الشغل الشاغل لأبناء جبل العرب، خاصة بعدما شهدت السويداء مؤخرا تزايدا في جرائم الاختطاف تزامنا مع الحراك الشعبي المناهض للرئيس السوري بشار الأسد والذي تشهده المحافظة منذ آب أغسطس العام الماضي. أحدث جرائم الاختطاف كانت ليافعا في مدينة السويداء، حيث تم اختطافه من قبل 4 ملثمين يستقلون سيارة دون معرفة مصيره، وجاء ذلك في وقت تعرض طفل آخر لمحاولة خطف فاشلة من قبل مسلحين مجهولين في المنطقة الممتدة بين دوار المشنقة باتجاه جسر المشاة. وكانت تقارير إعلامية وحقوقية قد أفادت في وقت سابق هذا الشهر باختطاف مجهولين يستقلون سيارات بدون لوحات لصائغ ذهب من المدينة دون معرفة مصيره أيضا. ويرى البعض هذه الاختطافات بمثابة عملية ممنهجة لجهات معنية تهدف لنشر الفوضى في السويداء والتأثير على حراكها الشعبي الذي بات فيما يبدو مستهدفا بعدما عثر محتجون على قنبلتين معدتين للتفجير عن بعد في ساحة الكرامة مركز الاحتجاجات السلمية بحسب مواقع إخبارية محلية. وشهدت محافظة السويداء خلال الفترة الأخيرة وصول تعزيزات عسكرية لقوات الحكومة السورية في إجراء مثير للتكهنات لم تعلق عليه دمشق رسمياً، لكن مراقبين اعتبروه رسالة ترهيب للمتظاهرين فيما اعتبره آخرون تحركات عسكرية اعتيادية. من السويداء ينضم إلينا الكاتب والصحفي أيمن الشوفي. أهلا بك أستاذ أيمن. أستاذ أيمن هل تسمعنا الآن؟ أستاذ أيمن؟ نعم. إلى أن يجهز الضيف من السويداء مشاهدينا الكرام نتحدث في هذا المحور عن معطيات جديدة في السويداء. قبل أيام تم العثور على عبوات ناسفة في موقوتة طبعا مزروعة في ساحة الكرامة التي تعد مهد الاحتجاجات الشعبية في السويداء. بالأمس عملية خطف لفتى من أهل السويداء ومحاولة خطف أخرى لطفل، إلا أن بات في الفشل هذه المحاولة أيضا. إذن هناك معطيات جديدة تحدث على السويداء. أستاذ أيمن هل تسمعنا الآن؟ نعم. أهلا بك أستاذ أيمن. أهلا بك أستاذ أيمن شوفي. أهلا بك. نتحدث إذن اليوم بعض المعطيات اليوم تشهدها مدينة السويداء. قبل أيام كان هناك قنابل موقوتة وجدت في ساحة الكرامة، بالأمس عملية خطف ومحاولة أخرى بأت بالفشل. كيف يمكن تفسير وفهم هذه المعطيات الجديدة أستاذ أيمن؟
نعم، أولا مساء الخير لحضرتك ولمتابعين قناة اليوم. أهلا بك. طبعا منذ أكثر من شهر نحن نعلم أنه قام نظام دمشق بإرسال تعزيزات عسكرية وأمنية إلى السويداء، نعم، وثم أردفها بتعيين محافظ جديد جاء من خلفية أمنية. محافظ السويداء الحالي كان يعني يعمل لدى الأجهزة الأمنية للنظام السوري، وبالتالي كانت هذه مؤشرات كافية لأجل رفع حالة الحساسية هنا في السويداء إذا أي ممارسات قد يعني يقدم عليها نظام دمشق، من أجل أولا يعني إنهاء اعتصام ساحة الكرامة الذي تجاوز 300 يوم. طبعا كما تفضلت حدث هناك يعني إشكالات أو حوادث منفصلة، لكن هي غير منقطعة عن السياق الذي كنت أتحدث عنه، مثلا وجود قنبلتين يوم الجمعة الماضية تم اكتشافهما. أعتقد هذه رسالة ترهيب للحراك للناس التي لا تزال تقصد ساحة الكرامة كل يوم، ويوم الجمعة بصورة خاصة. طبعا موضوع ارتفاع مستوى عمليات الخطف حدثت أيضا بطريقة تثير وتطرح إشارات استفهام عديدة، مع أنه اليوم إحدى الصفحات المحلية في السويداء ذكرت أنه أحد يعني ذوي من آل حمدان قال أنه يعني عملية الاختطاف يوم أمس لشخص من عائلة نصر جرت على خلفية حادثة سابقة تتعلق بمقتل أخيه، وأرادوا التحقق من المسألة، لكن لماذا في هذا الوقت؟ يعني بعد مرور أكثر من سنة على تلك الجريمة الآن فقط يعني ترتفع حصيلة عمليات الخطف، هل تلقى هؤلاء ضوء أخضر من جهة ما؟ هل المحافظ الجديد يوعز لأزلامه، يوعز لرجالاته؟ هذه الحادثة التي تتحدث بذكرها أستاذ يعني أيمن، هل هي تقصد فيها حادث اختطاف صائغ الذهب؟ أم حادث الفتى الذي خطف أمس، الفتى اليافع؟ لا لا، حدثت خطف صاغ الذهب حدثت قبل أيام. نعم. الفتى من عائلة نصر التي حدثت يوم أمس ثم أعيد إلى مضافة العائلة. يعني ذكروا يعني أحد الأشخاص من عائلة أعتقد أبو حمدان على خلفية جريمة حدثت قبل سنة، لكن لماذا الآن تصفية الحسابات؟ لماذا الآن؟ لماذا سكوت كل هذه الفترة عن هذه المعطيات، والآن تجري هذه العملية عملية الخطف بالتزامن مع عمليات خطف أخرى؟ المراد هنا رفع أو زيادة حالة التلويع الاجتماعي، جعل الناس أكثر خوفا، جعل الناس يقوم بفقدان الأمان والمنظومة الأمنية اللازمة لحمايتهم. طبعا هذه الحوادث قد تبدو منفصلة الوهلة الأولى، لكن أعتقد أنها يعني تجتمع ضمن قواسم مشتركة. كما ذكرت هناك رغبة الآن من النظام أولا بتطويق الحراك في السويداء، محاولة خنقه، محاولة إجهاضه، محاولة إسكاته. أيضا المنظومة يعني هل نتوقع أستاذ أيمن إذا في قادم الأيام ستكون سنشهد فوضى أمنية أو فلتان أمني أكبر يعني نسبة في من السابق في السويداء؟ طبعا هذا الأمر جائز ووارد، ولا ننسى الحرائق، هناك تقريبا أكثر من 10 إلى 15 حريق حدثت بالمحاصيل الزراعية. نعم، صحيح. والمناطق تقريبا شملت كل محافظة السويداء. هناك يعني في القرية أكثر من 6000 دلم احترقت بالكامل، وهناك قرى أيضا تجاوز الرقم في عريقة، ويوم قبل يومين أيضا تجاوز هذا الرقم، وصل إلى 10000 دلم تقريبا. إذن هذه الحوادث أيضا لا يمكن فهمها بأنها جاءت مصادفة تتعلق بفصل الصيف، يعني المصادفة التي تتكرر بهذه الصورة يعني تثير علامات استفهام. نستطيع أن نفهم أنه يعني نظام دمشق يعني يريد فعلا إنهاء هذا الحراك، يريد تركيع السويداء وإعادتها إلى الحاضنة التي بيقول أنها تخصه، لكن لا يستطيع أن يدخل بمواجهة مباشرة مع السويداء. هناك حسابات يعني يعلمها نظام دمشق، قد يدخل في مأزق دولي، قد يدخل في يعني حالة لا يحسد عليها. فلذلك يعني يحاول تطويق هذا الحراك من خلال هذه الأساليب، يعني أولا الإعاز لأزلامه برفع عمليات الخطف، زيادة عمليات الخطف من أجل بث الرعب الاجتماعي، ممكن حرق محاصيل زراعية من قبل أشخاص، أيضا إخافة المتظاهرين في الساحة. كل هذا يعني يصب في بهدف النظام الذي يسعى إليه، وهو إزالة أو إنهاء حراك السويداء.
طيب المتظاهرون أو الأهالي عندما يخرجون في هذه الاحتجاجات نشاهد حقيقة في الفترة الأخيرة يعني خف زخم هذه الاحتجاجات، لماذا؟ نعم، طبعا بعد مرور كل هذه المدة، نحن نتحدث عن 300 يوم، يعني الناس الذين لا يزالون ينزلون إلى الساحة مشكورين طبعا على هذا الجهد، مشكورين على هذه المواظبة وهذا الإصرار السياسي. لكن نحن نتحدث عن فترة زمنية تقريبا يعني باتت تقارب العام الكامل. يعني طبعا هناك فئات اجتماعية عديدة لم تعد تواكب الحراك، ربما يعني بدأ لأن الحراك الذي نراه الآن كان حراك أرياف، حراك قرى السويداء وانتفاضة الريف الدرزي، انتفاضة الريف هنا في السويداء. ولكن يبدو أنه يعني تطويق الحراك منذ البداية بالكثير من الأجسام السياسية والهيئات والأحزاب والتي لم تقدم شيء عمليا إلى حراك السويداء، ربما يعني فقد كثير من الناس يعني الجدوى من مواصلة النزول إلى الساحة، يعتقدون بأنه مواصلة النزول إلى الساحة لن تفضي إلى شيء. أيضا هناك من يرى أنه الحل في سوريا هو حل دولي، بقاء بشار الأسد هو بقرار دولي، وزوال أو ذهاب بشار الأسد وهذا النظام أيضا سيكون بقرار دولي. فلذلك يعني يعتقد أيضا هناك فئات تعتقد بأنه يعني إن نزلوا إلى الساحة أو لا فما تقرره القوى الكبرى أو الدول التي تدير الملف السوري سيحدث في النهاية. إذا هناك مجموعة أسباب جعلت فئات عديدة تحجم أو يعني لا تواصل النزول إلى الساحة بالزخم الذي ربما حتى لو تراجعت نسبة الاحتجاجات، لكن إلى الآن لا زالت هناك يعني مناصرات ودعم لهذه الاحتجاجات في مناطق شمال غرب سوريا من قبل المتظاهرين يخرجون في إدلب وغيرها، وحتى أيضا من أحزاب وقوى سياسية في شمال شرق سوريا تدعم هذه الاحتجاجات الشعبية المحقة. لكن هنا نسأل، المراهنة على الوقت أليست هي إحدى أدوات الحكومة السورية التي كانت تراهن عليها حتى يتراجع زخم الاحتجاجات؟ نعم، يعني كان رهان كما تتفضل رهان الحكومة السورية يعني في خلال هذا الشتاء. يبدو أنه يعني خروج أو بقاء الانتفاضة قائمة خلال فصل الشتاء الحالي يعني أزاح هذا الخيار الرهان على الوقت، طالما أنه انتفاضة السويداء بقيت خلال فصل الشتاء الحالي وكان فصل شتاء قاسي كما نعلم. أيضا أريد أن أعقب على هذه النقطة التي تتفضل بها، يعني انتفاضة السويداء تحتاج إلى دعم من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، طبعا في شمال سوريا في إدلب وفي شمال حلب نحن نعلم أنه مناطق خارج عن سيطرة النظام. طبعا التضامن مع انتفاضة السويداء شأن يعني مهم جدا ويعطي الانتفاضة زخم، لكن ما تحتاجه انتفاضة السويداء هو إعطاؤها عمق حقيقي في المناطق التي تخضع لسيطرة النظام، وهذا الذي لم يحدث حتى اللحظة. أشكرك جزيل الشكر من السويداء أيمن الشوفي كاتب وصحفي.